بشكل باسع. المشاكل في البلد في العزبة هنا اللي ما فيش حاجة، حتى أولادنا ما بتلاقيش أكل تاكل، ولا حد بيكمل حاجة، ولا حد ورجالتنا كل حاجة هنا، وعايزين مستشفى وعايزين جامع، وأهم حاجة المستشفى. العيال بتتعب منا في الليل مش بنعرف نوديها فين، وغير كده وكده في ناس كتيرة ما تركب محاليل في الليل لما نروح بها المركز نفسه، ومش لاقين حاجة خالص هنا، ومحتاجين مجد ومحتاجين كل حاجة، كل حاجتنا هنا محتاجينها والله، والقرية عدمنا خالص. وعملنا في ربنا وفيكم يا رب. شو ما تبعت لكمش حاجه هنا اي مساعدات؟ لا والله ما في اي حاجه خالص، ولا مجلس المدينه، ولا مجلس المدينه، ولا حد سال فينا ان احنا في جبل مرميين اهو زي ما انتم شايفين، بشفتوا بنفسك يا ابو والله. وما فيش مدارس هنا، نفسي عيل منهم يطلع متعلم حتى يعرف اسمه، ده العالم هيبقى ماشي زي البقره. انا ام محمد من قريه واحد مركز في مصر محافظه بني سويف، والنور عندنا ضعيف، والميه معظم الاماكن عندي في ما فيهاش خطوط ميه، والناس ما عندهاش ميه، والاولاد تعبانين بسبب ما فيش مدارس ولا دروس ولا حاجه، والعيال لو تعب عندنا او مريض تعب عندنا حتى المواصلات ضعيفه عندنا خالص، عشان نروح نتعالج او نروح للدكتور او نروح ناخد حقنه بينا وبين السمسط الساعه الا تلت، ده غير كمان ما فيش مواصلات، لازم ناخد عربيه مخصوص 60 70 جنيه، فاحنا هنا تعبانين ومحدش سائل فينا. فياريت اللي يسمعونا يساعدونا، بالذات اهم حاجه المدارس والوحده الصحيه، عشان احنا هنا والله والله راجل عندنا كبير في السن بياخد جهاز تنفس، عقبال ما دورنا له عربيه كان والله مات، هو اولا قدر ونصيبه، بس احنا لازم نعمل علينا، يسالوا فينا احنا بني ادمين، لازم الناس تيجي تسال علينا وتشوفنا، وما عندناش صرف صحي، والزباله مرميه في الشوارع يعني، والاولاد يعني بيدوروا كده بيجروا حفيانين لان ما فيش حد بيسال، ما فيش مسؤول بيجي يسال علينا. وسمصفه مركز كارو سمصفه ما بيجيلكمش هنا ولا؟ لا ما حدش بيجي. وفي جمعيات بتساعدكم ولا اي حاجه؟ لا احياء جامعه الرومان هي اللي شغاله معايا اليومين دول بتعمل لي بيوت، معظم 17 بيت. طب الوحده المحليه؟ لا ما فيش حد هنا بيجيب لنا اي حاجه خالص.